النهارده اتلعب ماتشات في بطولة أمم أفريقيا للشباب، أوغندا كسبت أفريقيا الوسطى 2-1، والكونغو كسبت جنوب السودان 2-1. دي الماتشات اللي اتلعبت النهارده، المجموعة الثانية اللي هي بتتلعب في الإسماعيلية استاد هيئة قناة السويس. أوغندا فازت على أفريقيا الوسطى 2-1، والكونغو فازت على جنوب السودان 2-1 في الجولة الأولى للقاءات المجموعة الثانية في بطولة أمم أفريقيا للشباب. ان شاء الله عندنا الماتش بتاعنا منتخب مصر المباراه القادمه مع نيجيريا يوم الاربعاء. بكره هيبقى في مؤتمر صحفي للكابتن محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر. بكره كمان في ماتشات بقى في المجموعه الثانيه، المجموعه الثالثه اللي بتتلعب في اسكندريه. بكره بقى في زامبيا وجامبيا وبنين والمنتخب التونسي، ماتشات طبعا يعني في بدايه بقى مشوار المنتخبات في المجموعه الثالثه. جامبيا وتونس الساعه 4، وبنين وزامبيا الساعه 7. دي ماتشات بكره، بدايه الماتشات في المجموعه الثالثه.